استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رشاقتها بأول ظهور إلى بعد إنجابها مولودة الثاني ديف متري أواخر الشهر الماضي، وقد اتخطت نسبة مشاهدة الفيديو 1.5 مليون مشاهدة بيوم واحد فقط، وتمكنت ميريام من لفت أنظار المتابعين بنحافتها وعدم تأثر جسدها بعد أيام من الولادة الثانية، إذ ظهرت وهي لابسة ملابس رياضية ضيقة، إلا أن الجمهور سأل أين بطن الحمل والولادة اللي بتحتاج عادة لفترة لتختفي من جديد؟ وكانت ميريام قد كشفت عن مفاجأة غير متوقعة وهي إنجابها مولودا ثانيا، أطلقت عليه اسم ديف، ونشرت فارس على صفحتها الرسمية مقطع فيديو بيكشف عن إيد طفلة وهو ماسك بأصبعه، وعلقت على الفيديو أنا ذاك قائلة صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمر على العالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني. والفيديو كشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس وهو يوم 20 من شهر تشرين الأول، علما أنه ميريام قامت بإخفاء خبر حملة عن الجميع وابتعدت قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الفترة. عادت بعدها وكشفت عن فيديو هي وعم تحتضن طفلة. وكانت قد تعرضت ميريام فارس لبعض الانتقادات خلال الساعات الماضية، إذ أثارت الجدل بعد ما تدخلت بالأزمة اللي وقعت مؤخرا بين الفنانة إليسا والفنانة نانسي عجرم بشكل اعتبر الجمهور لم يكن في مكانه وغير مقبول منها على الإطلاق، إذ علقت على منشور نشرته نانسي انتقدت فيه إليسا بقيامة بوصف نفسها الأولى عربيا بعدد المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت نانسي على صفحتها عبر تويتر إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات وحتى بالأرقام ما بدل القصة غير كالكوليتر، وأردفت بتغريدة أخرى بفكروا أنه المهذب ما بيعرف يرد، لا المهذب ما بيرد لأنه ما تعود ينزل لمستوى السخافات. لترد ميريام بالقول عزيزتي نانسي، للأسف نحن بلبنان رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان.